الديناميه اللي كتعرفها قطاعات المنظمه الديمقراطيه للنقل واللوجيستيك متعدده الوسائط ولا سيما قطاع نقل الطرق البضائع لحساب الغير في اطار تجميع الجهود وتكثيف الجهود ديال كل فئات المنخرطه والمنضويه تحت لواء المنظمه. اليوم هذا مؤتمر وطني تاسيسي لكل المكاتب المجاليه اللي كتواجد داخل المنظمه من اجل اننا يعني اليوم ناسسوا لواحد المرحله جديده، مرحله تتميز بالجديه وبالمسؤوليه، مرحله اللي بغينا نقطعوا مع كل الممارسات التي عمقت قطاع النقل الطرقي بالمغرب، ومن ضمنها يعني كل الامور اللي تحاكوا داخل يعني داخل الجسم المهني، وهذه مرحله محطه تنظيميه بامتياز. هو ما كاينش دعم، هو كاين اعانه ومواكبه، وهذه الاعانه والمواكبه اعتقد ان المهنيين الوقت اللي انهم يعني رضاو بهذه المواكبه راه بينوا على الحس الوطني ديالهم، لان هذه المواكبه وهذه الاعانه ديال النقل الطرقي بصفه عامه لا البضائع ولا الاشخاص تعتبر اعانه ومواكبه لا تلبي حاجيات المهنيين ولا يعني ما كتوازيش الحجم ديال الخسائر اللي كيتكبدوا المهنيين ديال النقل الطرقي اليوم من جراء الغلاء المتصاعد والزيادات المتتاليه لاسعار المحروقات واللي اثرت على المقاولات النقليه في كل مجالات ديال النقل الطرقي لا البضائع ولا المسافرين. اليوم يعني هذا الموضوع ديال المحروقات هو مطروح بقوه على جدول الاعمال ديال المؤتمر التاسيسي للنقل البضائع، وكذلك حنا كامانه عامه ديال كل قطاعات النقل في الاجتماع الاخير ديالنا يوم 29 اكتوبر مدينه الدار البيضاء طلبنا يعني دعينا الحكومه انها تكون جاده في يعني في هذا الموضوع هذا وتمر لعمليه تسقيف الاسعار، لان عمليه تسقيف الاسعار اعتقد انها هي اللي غتكون حل لهذه الاشكاليه ديال الارتفاعات المتتاليه ديال مادة المحروقات.